من الاهلي النويدراد 2 بوينتس و 28 نقطه مقابل 58 وفارق. فاصل من التمرير بين لاعبي الاهلي مثل ما ذكرنا النويدرات و 2 بوينتس لكيكي 4 نقاط في المباراه من الثالث من المباراه عفوا واخيرا النويدرات صفوف منتخبنا الوطني اللي راح يخوض حسن عباس الثلاثيه الثاني ثلاثيه الان 34-78 ريباوند صباح حسين فاست بريك لميثم جميل اول ذا واي 2 بوينتس لميثم نايس نايس فولو من الرابع كلشري مالغه المنتخب الكازاخستاني اللي محققين أربع انتصارات من أصل أربع انتصارات. المنتخب الإيراني القوي يعتبر إنجاز لكرة السلة البحرينية اللي طبعا لأول مرة تصل إلى هذه المراحل المتقدمة. الكازاخستاني 95 مقابل 48 نقطة. علي عقيل 2 points yes 89-46. نايس ثلاثية لمال الله النويدرات. مادن 2 points يا سلام. أخيرا النويدرات يضع الباسكت نمبر 51 2 يوم الخميس القادم بإذن الله. واللقاء المرتقب راح يكون يوم الخميس أيضا. خليفة بن سلمان هو مطمع جميع الفرق. كي كي ثاني دنك